يمكن عايزين في البدايه نتكلم عن كاس العالم طبعا للكره النسائيه لكره القدم النسائيه والمقام حاليا في استراليا ونيوزيلندا. لو هنتكلم عن البطوله بشكل عام رؤيتك ليها ايه لحد دلوقتي؟ البطوله بشكل عام لحد النهارده كده بتحقق ارقام قياسيه لم تحقق من قبل. يعني يمكن كاس العالم ابتدى في سنه 1991 لحد النهارده 2023 تسع نسخ من البطوله. البطوله دي يمكن حققت رقم فريد في الجوله الاولى، وهو ان مباراه استراليا ونيوزيلندا حضرها 75 ألف متفرج و 845 مشجع، وده رقم تاريخي لم يصل ليه اي نسخه من بطوله كاس العالم من قبل. ثانيا، في 8 منتخبات بتشارك في كاس العالم للمره الاولى، منهم منتخب المغرب، منتخب بنما، منتخب الفلبين، فيتنام، البرتغال، زامبيا. طبعا منتخب المغرب ده ممثل العرب الوحيد طبعا اللي شرفنا، يمكن عمل بطوله كويسه جدا لحد دلوقتي، يمكن بعد لحظات كده هيقابل فرنسا ان شاء الله. بطوله كاس العالم السنه دي مختلفه، يمكن لاول مره بتلعب ب 32 منتخب. طول عمرها كانت بتلعب الاول بدات ب 8، بعد كده 12 منتخب، بعد كده 24 منتخب، يمكن الفتره الاخيره بدات تتلعب ب 32 منتخب. شفت ودي حاجه زي كده ازاي؟ شفت فكره ان دلوقتي وصلنا ل 32 منتخب في الكره، في كره القدم النسائيه في كاس العالم، شايف الرقم ده ازاي؟ دي من ضمن خطه الفيفا. يمكن كمان فيفا اقر او الزم الاتحادات القاريه كلها بتوسيع عدد المقاعد في البطولات. يمكن كمان اليورو النسخه الاخيره اللي توج بها منتخب انجلترا زادت عدد مقاعدها. يمكن كاس الامم الافريقيه اللي منتخب المغرب استضافها السنه اللي فاتت برضو كانت بتتلعب ب 12 منتخب، بقت 22 منتخب. دي من ضمن خطه الفيفا ان هو عايز يكون عنده اكبر عدد ممارس للعبه بشتى الطرق، يعني سواء من البطولات او من الايفنتات اللي هو بيعملها. يمكن البطوله بقى لها النهارده مثلا 22 يوم، في 22 ايفنت اتعمل في استراليا ونيوزيلندا على هامش البطوله. يمكن دي كمان ده كان هدف فيفا من 100 يوم، يعني هو بدا من 100 يوم بالظبط حمله ترويجيه للبطوله، ان هو بيهدف ان محتاج اكبر عدد ممكن من الفتيات ان هم يمارسوا كره القدم على هامش اقامه كاس العالم. طيب شفت ازاي تنظيم استراليا ونيوزيلندا حتى الان للبطوله؟ كويسه، يعني اعتقد افضل نسخه من النسخ اللي قبل كده. يمكن نسخه 2019 ما كانتش بالشكل الامثل، النسخه دي كويسه، ويمكن حضور الجماهيري كمان فيها يعكس ما قبل. يعني كان في عزوف من القنوات على شراء حقوق المباريات، لكن مع انطلاق البطوله شفنا كمان المنتخبات الجديده في البطوله او اللي بتشارك لاول مره عملت مباراه كويسه جدا وشكلها كويس، فخلى الجماهير تنجذب ليها تاني وتتفرج. صحيح.